من قتل العقيد محمد شعباني؟ ولماذا أعدم أصغر عقيد في الجيش الجزائري؟ هل فعلاً أراد شعباني فصل الصحراء عن الجزائر؟ أم أن طموحه اللامشروط نحو السلطة أورده المهالك؟ وما سر عدائه المحموم ضد ما سمي بالضباط الفارين من الجيش الفرنسي؟ وما علاقة العقيد الشاب بالجاسوسة الروسية؟ وكيف انقلب دعمه اللامشروط للرئيس بنبلة والعقيد بومدين إلى جفوة وعداء؟ وهل استفاد شعباني من محاكمة عادلة قبل إعدامه؟ فريق قناة كي بي سي عاد نصف قرن للوراء لاستنطاق الأحداث والشهود للكشف عن الحقيقة والإجابة عن كل هذه التساؤلات. من العاصمة شمالاً إلى بسكرة فأوماش والقنطرة في الجنوب الشرقي، ثم وهران ومقبرة سيدي البشير بالغرب الجزائري، والعودة إلى نقطة النهاية عند مقبرة العالية بالجزائر العاصمة. تقفينا أثر الحقيقة وتوغلنا وسط الصحاري والغابات وحتى بين الجبال والقبور، ولأول مرة سيتمكن الجزائريون من مشاهدة المكان الذي أعدم فيه العقيد شعباني، وأول قبر أخفيت فيه جثته في كبد الظلام قبل أن يعيد له الاعتبار الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بنقل جثته من قبره المجهول إلى مربع الشهداء في مقبرة العالية. وجهتنا الأولى كانت ولاية بسكرة، وبالضبط قرية أوماش، مسقط رأس العقيد محمد شعباني. هذا المنزل ككل هو منزل آل شعباني، الحاج محمد شعباني اللي كان جناح منه للمدرسة القرآنية لآل شعباني، للشعبنية، ما يسمى بالشعبنية، لأننا كنا معزولين على باقي القرية. أهل شعبنية كانوا هنا في هذا القرية، يوجدوا على تبعدهم على القرية تقريبا 2 كيلومتر، وبالتالي وفر لهم الوالد بداية التعليم القرآني في بيته، والمعلم كان هو اللي يصرف عليهم، سكنوا هنا وجابوا من البلاد شوية. ولد شعباني في 4 سبتمبر 1934 بدوار الشعنبية في قرية أوماش بولاية بسكرة، كان 5 بين إخوته 11. تربى في وسط أسرة محافظة مشبعة بالثقافة العربية الإسلامية، كان حرص والده على تحفيظه القرآن في سن مبكرة، وخصص غرفة من بيته لتعليم آل شعباني كتاب الله، بل إنه استأجر معلما من بلاد الشاوية لتعليم الشعنبية القرآن. ظهرت شخصية محمد المتفردة منذ صباه، حفظ القرآن الكريم وعمره لا يتجاوز 11 فقط، فآله والده بالكثير من الرعاية والاهتمام، خصه بمكتب في إحدى الغرف، ونظرا لبعد الشعنبية عن مسجد القرية فقد تولى الطفل محمد إمامة الناس في صلاة التراويح، مما أكسبه شخصية قيادية منذ الصغر. وإلى جانب حفظه للقرآن التحق محمد بمدرسة التربية والتعليم بمدينة بسكرة التابعة لجمعية العلماء المسلمين، ثم أكمل دراسته في معهد عبد الحميد بن بديس بقسنطينة. نظرا لتفوقه الدراسي اختير شعباني ليكون من بين الطلبة الذين سيرسلون إلى جامع الزيتون بتونس، وقبل توجههم إلى هناك استوقفهم الشيخ البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين، وخيرهم بين الذهاب إلى تونس أو الاستجابة إلى نداء الثورة، ولمح لهم أن الجهاد لتحرير الوطن أولى وأجل، فوافق ذلك دعوة جبهة التحرير الوطني الطلبة الجزائريين للإضراب عن الدراسة والالتحاق بالثورة في 19 ماي 56. عاد من بعدما حثهم دير الشيخ الإبراهيمي على أن يختاروا، هو كان من البعثة اللي لازم تروح اللي عاد تروح من الناجحين اللي كانوا باش يكملوا في جامع الزيتونة، قال لهم أنا إحنا عنا بعثوك من جامع الزيتونة للزيتونة، واللي يحب يخير الزيتونة ولا يلتحق بإخوانه، ومعنا لهم بطريقة غير مباشرة باش يكون الاختيار بالالتحاق بالثورة. رغم شغفه بالدراسة إلا أن محمد اختار طريق الحرية، واتصل بخلية من المجاهدين كانت تنشط في أوماش وفي جبل ترقي، وأول عملية عسكرية قام بها ضد العدو الفرنسي كانت تسمى عملية الشقة، حيث قاد شعباني هذه العملية وتمكن مع مجموعة من المجاهدين من القضاء على 11 جنديا فرنسيا. اتصلوا به في قرية أوماش وقاموا بهجوم على ورشة
ورشة اللي كانت تخدم في تعبت في الطريق بين مدينة بسكرة وتوغورت. الشركة هذه اسمها لاكولاس، وكانوا فيها حراس حاملين أسلحة وحاملين بنادق باش يحموا الورشة هذه. فرغبة من جيش تحرير الاستيلاء على الأسلحة هذم، كان سي محمد شعباني هو ضمن المجموعة هذه، لأنه يعرف البلاد ويعرف المنطقة، وهو اللي قاد الوحدة هذه نتاع الجيش واستولوا على الأسلحة نتاع الورشة هذه وقتلوا كل الجماعة اللي كانوا حاملين الأسلحة. حاولت القوات الفرنسية القبض على محمد شعباني وحاصرت بيت العائلة، لكن شعباني أفلت من بين أيديهم والتحق بجيش التحرير في جبل ترقي تحت قيادة بطل من أبطال الثورة يدعى خنفرة. ونظرا لثقافته وتعليمه اختاره قائد الولاية السادسة العقيد سي الحواس كاتبا له، حيث تشكلت الولاية السادسة خلال مؤتمر الصومام في أوت 56، وهو نفس العام الذي التحق فيه شعباني بالثورة. ونظرا لكفاءته وخصاله كلفه العقيد سي الحواس في 1957 بقيادة المنطقة الرابعة في الولاية السادسة التي تمتد على طول سلسلة جبال بوكحيل وتشمل جزءا من بوسعادة وجانبا من الجلفة، والتي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحركة الوطنية الجزائرية بقيادة الجنرال بلونيس المتحالفة مع فرنسا. وقال له سي الحواس: يا محمد، عطيتك جيش فيه 120 مجاهد، اخترت لك أحسن شبان وأحسن أسلحة عندي، واخترتك أنت كقائد. الناحية هذه أمامك راهو محتلها باللونيس والجيش الفرنساوي، إما تكون منها ناحية وأحسن ناحية، وإما تستشهد أنت والجماعة اللي معك. استمرت الحرب مع جماعة باللونيس حتى بعد وقف إطلاق النار مع فرنسا في 19 مارس 1962، ووقعت عدة معارك بين جيش التحرير الوطني وجيش بلونيس، خاصة في جبل بوكحيل وفي الجلفة وبوسعادة. واستشهد العديد من الأبطال في هذه المعارك، إذ أن عدد شهداء الولاية السادسة في معاركهم مع جماعة بلونيس كان يفوق عدد الشهداء في المعارك التي خاضوها ضد الجيش الفرنسي. من الممكن أن يكون ذلك أحد الأسباب في الكره الذي كان يكنه شعباني لجماعة بلونيس وعملاء فرنسا. شفنا بلونيس دخلوا بوكحيل، حرب مدير سمر، مات مدير سمر، تبقى شعباني بعده، بعد شعباني، شعباني إذا كيف حد ثاني، وكان الفضل يرجع عليه ثاني. هو اللي انتصر اليوم؟ هو انتصر. وفي خضم معاركه مع الجيش الفرنسي وميليشيات بلونيس، استشهد سي الحواس قائد الولاية السادسة وجميع نوابه في مارس 1959، حيث أبيد مجلس قيادة الولاية بكامله، وأصبحت الولاية السادسة مهددة بالاندثار، وطرح على قيادة الثورة فكرة تقسيم الولاية السادسة على ولايات أخرى. تشتيت الولاية السادسة ويقسم شمالها إلى الولاية الرابعة والولاية الثالثة، غربها إلى الولاية الخامسة، شرقها إلى الولاية الأولى. فاتفقوا مسؤولين المناطق باش يبقوا متحدين ويطالبوا من القيادة العامة تعيين مسؤول آخر للولاية السادسة، ريتما يأتي النصر. أصبح شعباني قائدا فعليا للولاية منذ 1959، وعمره لا يتجاوز حينها 25 سنة. ووصله قرار الترسيم كعقيد للولاية بعد وقف إطلاق النار في مارس 1962. بعد ما ماتوا المسؤولين الكل، حواس وكل بعرية وكل درس عمر وكل اللي ماتوا الحاجة تتسير تعاو تنسيق تعاو، هو كان برهن اللي قبل يكون رئيس. نبقى منسق ولكن نبقى نمضي بالمنصب بالرتبة هذه، وكان نقول المنسق للنواحي الولاية السادسة الضابط الثاني محمد شعباني. ورسل ضينا برسالة ممضيين فيها مسؤولين المناطق الرابعة، والطلب منهم بتعيين مسؤول للولاية السادسة والتمسك بالولاية السادسة وعدم الحل نتاعها. سيروينا حال به الأشياك الأسلك الشيكة في الحدود، وما تخلش حتى توقف قتال. لما تخلي توقف قتال أتى بتعيين سي محمد شعباني كمسؤول للولاية السادسة.
لم يشارك شعباني في مؤتمر طرابلس في مارس 62 الذي انقسم فيه قادة الثورة حول تشكيلة المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الذي سيستلم قيادة الدولة الجزائرية المستقلة، لكن شعباني أرسل اثنين من قادة الولاية السادسة للمشاركة في هذا المؤتمر مع التوكيلات. عندما وقعت أزمة صائفة 62 عقب استقلال الجزائر مباشرة، انحاز شعباني إلى معسكر العقيد هواري بومدين قائد الأركان وحليفه السياسي أحمد بن بلة اللذين كانا يمثلان أكبر تجمع للقادة العسكريين والسياسيين، في حين أن المعسكر الثاني بقيادة رئيس الحكومة المؤقتة بن يوسف بن خدة فكان يعاني التمزق بين مختلف قاداته. شي محيوز رحمه الله وقاد مع أبو مدين الفيالق القادمة من بوسعادة واشتبكوا مع جيشي الولايتين الرابعة والثالثة في عدة مواقع قبل أن يدخلوا العاصمة دخول الفاتحين. رفض شعباني خلال اجتماع قادة الولايات الستة بشلف خلال الأزمة أن يتولوا قيادة الجزائر المستقلة بدلا من قادة الخارج بما فيهم الزعماء الخمسة وبن بلة. اعترض شعباني على قرار بن بلة وأبو مدين حل جيوش الولايات الست وضمها تحت نطاق جيش واحد، كما رفض تغيير مقر قيادة الولاية السادسة التي أصبحت تسمى الناحية العسكرية الرابعة من بسكرة إلى ورقلة، واعتبر أن ذلك محاولة من بومدين إبعاده عن مركز نفوذه قصد إضعافه وتهميش جيشه. قالوا له الناحية العسكرية شحال ورقلة ما تكونش بسكرة. وتحفظ على إرسال بومدين لضباط فارين من الجيش الفرنسي لتأطير الناحية العسكرية الرابعة وتعامل معهم بقدر ليس بالقليل من الشك والريبة. شعباني بعثوا له بعض الضباط على فرنسا باش يكونوا معاه في الناحية العسكرية، ناحية هذيك تاع مجالات ولايات ولكن تلتحق بالناحية العسكرية في قسنطينة، ولهذا شعباني بعثوا له جماعة تحتهم ما قبلهمش. ولهذا طبعا هم جن كان حوله هو بهم يبني في الجيش. تتشوف ضباط فرنسا يهربوا من فرنسا ويلتحقوا بالفرانكفورت ويلتحقوا بتونس وما كان حتى إعلان تاع والله أفيد روشيرش ديروا فرنسا. وهنا واحد أي جزائري في الخمسينات في الثورة يجيه لورد دابيل تاع العسكر باش يلتحق بالعسكر، كون ما يلتحقش في 24 ساعة يديروا عليه أنا فيد ريشيرش. كاش ما كان واحد قد منا أنا فيد أنسولا فيد ريشيرش من هذا النجم مجموعة. ازداد الخلاف أكثر بين شعباني وبومدين بعدما قرر الرئيس بن بلة بإعاز من محمد خيضر الأمين العام للحزب تعيين محمد شعباني قائدا للأركان بعد أن أصبح هذا المنصب شاغرا إثر تعيين بومدين وزيرا للدفاع نائبا للرئيس، لكن بومدين رفض هذا القرار واقترح بديلا عن شعباني العقيد طاهر زبيري قائد الولاية الأولى الأوراس، وقبل بن بلة هذا الاقتراح ولكنه عين شعباني نائبا لقائد الأركان رفقة العقيد عباس والرائد عبد الرحمن بن سالم. بومدن يعرفني سيرا في سكن قلوا يا أحمد لا قلوا ما مقبول الضباط انتهي ما يقبلوش شعبان قالوا لبوست خكب بهذه الكلمات لبوست روفيان زبيري لأن أقدم نضال وقت مقرات. ورفض شعباني قبول المنصب الجديد كنائب لقائد الأركان وبقي متشبثا بقيادة الناحية العسكرية الرابعة، خاصة وأن تعيينه نائبا لقائد الأركان لم يتضمن تحديدا لصلاحيات هذا المنصب الجديد، بل وطرد الرائد عمار ملاح عندما جاء إلى بسكرة لاستلام قيادة الناحية التي عينه فيها بن بلة بدلا منه، وبدلا من ذلك اقترح شعباني قيادة ثلاثية للجيش وهو ما رفضه بومدين بشكل مطلق. ما يمنع